احد الاخوه يقول انه دائما يقول للاولاد صلوا صلوا صلوا، وفي مره من المرات ضربوه او سعوه ضربا حتى حمله بعض الناس الى بيته وهو مريض بسبب دعوته الاولاد الذين يلعبون الكره في الشارع الى الصلاه. يعني على كل حال ضربوه ماجور وله ثواب عظيم، واذا كان ضرب فقد قتل بعض الانبياء، مو بس بعض الانبياء قد قتل ويقتل الانبياء بغير حق كما قاله الله جل وعلا، فقال فيه سبحانه وتعالى ويأمر بالقسط من الناس، فله سلف بالأخيار والأنبياء والصالحين، ولكن عليه يشتكي يشتكيه لولاة الأمور ولرئيس الهيئة حتى يعاقبوا، لا يشتكي لأن إذا كبروا يتجروا على غيره، فلا بد من إرفاع الشكوى لولاة الأمور في هذا الأمر، وإن اتصل بي أو كتب إلي أنا إن شاء الله أقوم بالله لله، وإن يتقدم برئيس الهيئة وما يقصر ان شاء الله او لم يدايق او لم يشرك بالايمان ما يقصر في هذا، هذا امر عظيم يكلف الامر ما يمكن ان يسكت عنه. لو راح لهيئه الامر بالمعروف ما يمكن انها تقوم معه؟ لا تقوم معه، كيف؟ اسكت الهيئه او الامير سلمان او الداخليه او نائبه كل هؤلاء ان شاء الله يقوم بالناس، لكن لا يتساهل يتابع الموضوع ولا يجد نفسه يسال الموضوع لا يرى على غيره. نعم، ولا هم اجر ان شاء الله ولا يضره ذلك. نعم.